بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا إخوتي المشاهدين الكرام. هذا سميع الرحمن صغير أحمد من المدينة المنورة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أعمل مترجما في المحكمة العامة بالمدينة المنورة. حقيقة لقد سمعت كثيرا عن مركز إسلامي ضخم في وسط مدينة نيويورك، وبفضل الله وفقني الله سبحانه وأتيت إلى هذا الصرح ورأيت إخوتي الكرام ما يثلج الصدر. حقيقة جهود رأيتها في هذا المركز ربما قد تكاد لا تراها في بعض الدول الإسلامية. يعني كأن ترى مركزا إسلاميا في وسط أمريكا، في وسط مدينة نيويورك، ترى أكثر من 500 طالب يتدارسون القرآن الكريم والعلوم الشرعية والعلوم العربية، علوم الحديث، علوم الفقه، علوم القرآن، علوم الحديث ونحوها. ذلك عمل عظيم جبار. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في القائمين عليه وأن يجزيهم خيرا على ما يقدمون. الحاجة كبيرة، الحاجة جدا كبيرة في دولة كهذه، كون نسبة المسلمين فيه يعتبر نوعا ما قليلا، كما نرى في هذه الجهود المباركة إنتاج سنوي لعلماء وحفاظ للقرآن الكريم. ذلك شيء يثلج الصدر. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في جهودهم وأن يبارك في أسبابهم وأن يبارك نعم في أسبابهم وأن يجزيهم خيرا. استودعكم الله، والله يحفظكم ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ITV, Call of Peace, Save Humanity.